سلام، أنا رجاء. رجعت لكم بفيديو جديد. صلى على النبي ويلا نبدأ. سلام، أنا اسمي راما وعمري الحين 16 سنة، واليوم راح أحكيكم قصتي. أنا وأهلي بسبب الحرب في بلدي اضطرينا أن ننقل لبلد ثانية، وحالتنا المادية كانت مرة سيئة، يعني لدرجة أنه أحيانا يجي يوم وما نلاقي شي ناكله، يعني حرفيا كان درجتنا سيئة لهذا الحد. أمي وأبوي كانوا يعني يحاولوا يدوروا شغل، يعني أبوي صار يشتغل يعني سواق، وأمي تحاول إنها تلاقي شغل، يعني أحيانا تلاقي شغل يومي تنظيف، وأحيانا كمان ما تلاقي. فأمي مع الأيام صارت تشوف إنه في أولاد بنفس جنسيتنا يبيعوا كده في الشوارع، يبيعوا موية ومناديل كده عند الإشارات. فأمي قالت ليش ما تجرب. طبعا إحنا كنا وقتها 3، وأمي كانت وقتها حامل كمان. وقت ما بدأت القصة عمري كان 11 سنة، وكان عندي أخ عمره 9 سنوات وأخت عمرها 4 سنوات، كنا 3 بنات وولد، وأمي كانت حامل. فأمي قررت إنها تجيب أخواني يعني 3 ما عاد أنا، لأنه أنا كنت كبيرة وقتها، يعني أمي تعتبرني إني أنا كبيرة بهذا العمر. فخلت أخواني 3 يروحوا يبيعوا زي كذا، يعني أمي كانت تروح معاهم وتراقبهم من بعيد وتشوفهم كيف يبيعوا. وأمي كانت حامل بالشهر الأخير، يعني باقي لها يمكن كم يوم تولد يعني. فأمي ولدت الحمد لله وجابت أختي الصغيرة. فأمي شافت لما صاروا أخواني يبيعوا في الإشارات، وأحيانا إنه الناس يشفقوا عليهم يعطوهم مبلغ أكبر من المفروض يعطيهم، يعني الموية مثلا بريال وهم يعطوهم مثلا 20 ريال عشان يشفقوا عليهم. فأمي عجبها الوضع، فصارت كل يوم تطلع من الساعة 3 العصر إلين الساعة 1 الليل ما يرجعوا البيت. طبعا أبوي يكون وقتها في الشغل، وأمي تروح مع أخواني 3 وتعطيني أنا البيبي الصغير، يعني أختي الصغيرة، يعني عمرها يمكن كان أسبوع، كنت أنا أمسكها. أنا كنت طفلة أربي طفلة، أنا كنت عمري 11 سنة، ما كنت أعرف ولا شيء، ما كنت أعرف إيش أسوي، يعني أنا كنت عايشة في بلدي معززة مكرمة، بس لما جينا في هذا البلد يعني سبب الحرب صرنا مرة يعني حالتنا سيئة. وكنت كمان أمي دخلتني المدرسة حكومية، كان دراسة كان مهم مرة بالنسبة لعائلتنا في بلدي يعني. فدخلوني المدرسة ودخلوا أخواني كلهم المدرسة كمان، بس ما أخواني ما كانوا مهتمين للدراسة أبدا، هم كانوا عاجبهم الوضع إنهم يلففوا في الشوارع ويبيعوا وزي كذا، يعني يلعبوا بنفس الوقت. وأنا كنت مرة مهتمة بدراستي، فأنا ما كان عندي وقت يا إني أدرس أو أهتم بأختي الصغيرة أو أنظف البيت أو إيش أسوي، يعني كل شيء كان علي. يعني هم يطلعوا من العصر كانت أمي تخليني أنا وأختي الصغيرة لحالنا في البيت، يعني أنا كنت طفلة ما كنت أعرف أي شيء، فكان عمري 11 سنة. يعني تخيلوا أنت الموقف إن أنا لحالي ويكون معي طفلة، وإذا صار شيء كمان ما أعرف أي شيء. فمع الأيام أنا الحمد لله إنه أنا تعودت، صرت يعني أرتب أوقاتي وزي كذا. بس بعد ما مرت 2 شهر أمي حملت للمرة الثانية، وأمي أصلا قالت لنا إنه هي إنه عجبها الشغل، يعني صار مصروفنا الأساسي إنه أخواني يبيعوا من الشارع ويجيبوا، صار مصروفنا الأساسي. حتى إنه أبوي عجب الوضع وبطل يشتغل، يروح في المقاهي ويتكي وياخذ من الفلوس اللي أمي تجمعها. أمي كمان يعني ما تقدر تسوي شيء، مو بيدها شيء، يعني أبوي كان يعنفها ويضربنا كمان إحنا يعني، فأمي ما كان بيدها تسوي شيء، فهي أمي ما لقيت غير الطريقة. فأمي مرة كانت طيبة معانا يعني زمان. فأمي إيش كل سنة، يعني كل سنة لازم تجيب طفل جديد كل سنة، ومين اللي يربيهم؟ أنا. فكانت تقول إنه يجم، يعني كل ما تجيب طفل ثاني كل ما يزيد مصروفنا، يعني لما يصير عمره 4 سنوات تبدأ تطلعه في الشارع ويبدأ يبيع زي كذا. أمي كان هي مخططها، وأنا اللي كنت أربيهم. أنا ما كنت أعرف، يعني أنا وصلت لعمر 13 وقتها ما كنت أعرف مين أمسك ومين، يعني تخيلوا إنه 3 أطفال في نفس، يعني واحد عمره 2 سنين و3 سنوات و1 سنة، أطفال يعني ده العمر الأطفال يكونوا مرة مشاغبين، أنا كنت أمسكهم ما أدري أنظف ولا أسوي لهم أكل ولا أنظف لهم ولا أذاكر، أحيانا اختبارات النهائية الحمد لله إنه أنا يعني درجاتي مرة عالية الحمد لله، هذا هو الشيء اللي ساعدني. وكان وقتها أحكي لكم موقف صار معايا غيرت حياتي للأبد. في يوم من الأيام كان أنا عندي اختبارات نهائية، وكلنا نعرف إيش الاختبارات النهائية لازم نركز فيها مرة. فأنا كان يعني أختي الصغيرة تبكي مو مخليتني أذاكر، فأنا إيش سويت؟ رحت جبت ألعاب ورميت لها قدامها عشان تتلهى،
يعني هي كان عمرها سنتين، وأنا عشان تتلهى رحت أذاكر، قفلت الغرفة وصرت أذاكر، وهم ما كنت يعني ما كنت أهتم، يعني كانوا اتنين نايمين والتاني كان يلعب. فإلا أسمع فجأة صوت أختي قاعد تدق الباب، أول ما فتحت الباب تقول شوفي يا أختي، يعني أختي الصغيرة قاعد تختنق. أنا جريت زي المجنونة وشفتها قاعدة تختنق، بعدين اكتشفت إنه بلعت لعبة. أنا وقتها ما أعرف إيش أسوي، صرت أبكي وأصرخ، أو يعني الحمد لله إنه كان أمي محاطة إنه جوالي الطوارئ، فرحت دقيت على أمي وقلت لها الحقي أمي، الحقيني أمي أختي الصغيرة. فأمي على طول جات وأخذت أختي، والحمد لله راحت بالوقت المناسب، والحمد لله طلعوا من حلقها اللعبة. وقتها أمي أول ما رجعنا البيت هزأتني تهزيء وقالت وين أنتي، وين عن أختك، تخليها كذا، أنا أعطيتك أمانة من هالكلام. وأنا كنت أبكي، كنت أقول لها إنه أنا كنت أذاكر وما انتبهت، يعني كنت أذاكر اختبار نهائي. أمي وقت سمعت قلت لها إني أنا أذاكر خلاص جن جنونها، راحت أخذت كل كتبي شقتها كلها ومنعتني من الدراسة. وأنا صرت يعني قعدت على رجلها أبكي أقول لأمي الله يخليك تكفين لا تطلعيني، راح أنتبه المرة الجاية. أمي قالت أبدا تمر، انسي شيء اسمه دراسة. ومن هذاك اليوم فعلا نسيت شيء اسمه دراسة، صار كل تركيزي على البيت بس. أنا كنت ست البيت مو أمي، كنت يعني أهتم بأخواتي، أسوي الأكل، أسوي أنظف لهم، أغير ملابسهم، كل شيء علي أنا. حتى أنه أخواني الأصغر مني ما صاروا يحترموني، صاروا يضربوني، تخيلوا صاروا يضربوني وما يحترموني. أمي ما يهمها هذا الشيء، بالعكس أمي كانت تدلعهم، تقول هم اللي جابوا لنا الفلوس، هم احترميهم كمان يعني عادي تحمليهم، كانت تقول لي كذا أمي. وأنا كنت أتحمل، أنا كنت زي الخدامة في البيت، كنت بس أمسك الأطفال وكل شيء أنا كنت أسويه، وأي شيء يعني أنا كان علي. وأنا للحين عايشة ذا المعاناة للأسف، والحمد لله إنه أنا أقول الحمد لله، ما راح يعني أقول لا ليش كذا حياتي، لا أقول الحمد لله، وإن شاء الله يغير حالنا للأفضل. وبس كان هذا قصتي، أنا راح أترك لكم التعليق، أنتوا علقوا وادعوا لها كلكم، إن شاء الله تتيسر أمورها وحالها وحال أهلها كلها. وبس لو عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الانستغرام، واذا عندكم اي قصة طويلة ارسلوها لي على الانستغرام. وبس احبكم، باي.